إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا يوكن 2019، الله يعطيه خيرها في شرها. الرجال ماخذ مستخدم أو مستعمل، ماشي حدود 175,000، وحب يعمل له صيانة، ولكن على طار الصيانة وبيعمل له صيانة كاملة من الصدام لصدام بالأشياء اللي قطع الاستهلاكية، لكنه أساسا عنده جاني كان في مشكلة تفتفة، ويقول لي تشتغل عنده مالع انزلاق. طبعا طبيعي في السيارات الأمريكية وبعض السيارات إذا في تفتفة في المحرك تشتغل عندك مالع انزلاق تراكشن كنظام سيفتي، لكن لما جينا فحصنا الكمبيوتر طلعت عندي مجموعة أكواد، ومن ضمن الأكواد اللي هي التفتفة اللي هي البي صفر ال 300، والتفتفة ما بقول إنها شبه متنقلة، لكنها في سرند الواحد ثلاثة وخمسة وممكن سبعة، لكن كلها بشكل مسفاير خفيف إلا خمسة. خمسة كان للأسف يعني هو أكبر المشكلة منه، والتفتفة الأكبر شيء من السرند الخمسة. مع الدعس أو بعض الدعسات تروح ترجع. طبعا التفتفة المتنقلة هذه أو المتحركة أو أنها تروح ترجع أسبابها كثيرة، يا تكون في ضعف في أحد التكايات تمسك وتعلق، أو أنه غالبا يكون مشكلة يا هواء زي مثلا فلتر، أو يحتاج إلى حساس الهواء يحتاج تنظيف، أو ممكن أحد حساسات الشكمان يعطي قراءة البنزين زيادة، أو أنه في ضعف بنزين، أو ممكن في مشكلة تنسيم هواء في ضغط الثلاجة أو منظومة الثلاجة، أو ممكن يكون برضو ضعف بنزين. فمشكلة يعني تحس أنها ما لها يعني سبب معين محدد. على العموم احنا الان مبدئيا راح نسوي لها صيانه دوريه كتغيير بواجي، تنظيف فلتر او تغيير فلتر الهواء، تنظيف البوابه مع حساس الهواء مع البرمجه. من خلال لما نفك البواجي بنشوف رقم 5 اذا كان في اشكاليه، او مثلا اذا كان في ضخ بنزين من احد البخاخات راح ابين معنا اذا كان البنزين يصب زياده على السرنت رقم 5. العموم الان مبدئيا راح ان شاء الله نعمل الصيانة الدورية وبعدها بنشوف. طبعا ايضا لما جيت ادعس بنزين واثناء ما كان افحص المسفاير كان يظهر لي صوت كده بسيط زي القلقلة او زي الصرير، كانه يعني يسويها ممكن تكون ترمبة المويه اذا كان فيها ضعف اللي هو القلب الترمبة، او التكايات لما يكون فيها الكفر طبعا فيها زي البرينج تتحرك وعلى حسب حركة اللي هو عمود التيمن، فالبرينج هذا حقت احد التكايات لما يكون فيها فضاوة راح يسبب نفس الصوت. طبعا الرجال استخدم الله اعلم انه راح يصير استخدم الزيت حق الوكالة، طبعا زيت 0-20 لا يحمل محرك ما الحين اقولها، لكن على العموم بعدين بشوف حنا قصة الصوت حقت الصرير مع الدعس زي كذا. إذا كانت ترمبة المويه سليمة والمشكلة من أحد التكايات راح نرفع للزوجة ونشوف إذا حلت المشكلة ولا لا. الحين مبدئيا راح نغير البواجي مع الفلتر ومع تنظيف اللي هو البوابة حساسها مع البرمجة، هذه كصيانة مبدئيا أو كصيانة دورية، وبعدها نشوف إيش اللي صار معنا من تغيرات في المسفاير. طبعا فحص الكمبيوتر هذا عندي هنا، هذا موديل السيارة، وهذا عندي الأكواد. طبعا مجموعة أكواد ما هي بسيطة، أغلبها كلها هوستري لو تلاحظون، كل الكنترولات أغلبها هوستري هوستري. فأنا مبدئيا فحصت الكمبيوتر، حفظت الملفات القديمة، هذا الآن قبل المسح ومسحته مرة ثانية، وهذا عندي الآن الأكواد اللي راحت وبقت عندي هذا الكودين، وكلها تعتبر اشياء طبيعيه الاكواد هذه، يعني ما في. لكن الاكواد اللي عشان تحكم عليها انك تاخذ فيها بعد مشوار، اذا رجعت معناته المشكله تكون قائمه، لكن اغلبها كانت هوستري يعني تاريخ قديم. سبحان الله، جيت رقم 3 اللي عندي هنا، والله العظيم باليد فتحته، يعني ما ادري اذا كان فوق سبق الفك الله اعلم، لكن البوجي كلها اغلبها فيها كربون، لكن البوجي كلها فتحتها كأي بواجي مشدود الا هذا حصلته محلول.
مع ان التفتفة عندي هنا موجود هي 5، لكن هذا بس للتوضيح، لا اعلم اذا كان قد صار عليها صيانة او فحص مبدئيا. على العموم هذا الان 3، او محلول هذا عندي 5، وهذا عندي 7 3 1. تلاحظون هنا فيه زي البلل، بس لما شميت ما في ريحة بنزين يعني. ألعبوا ماذا البواجي القديمة، طبعا هذه بنك 2 لوجهة الراكب أو المعاون، وهذه عندي هنا لوجهة السواق بنك 1. هذا البواجي القديمة، راح شغل نغير الآن البواجي الجديد. هذا البواجي الجديدة، وأيضا هنا 4. الحين راح شغل نركب. متعب رقم 8. هذا رقم 8 الآن تم التركيب، راح الآن نركب سلك البواجي. تم التركيب سلك البواجي رقم 8، خلصنا من البواجي. هذا رقم 2، هذا الرقم إذا واضح لكم 4، وهذا 6، طبعا هذا 4، هذا 6، 8 في الخلف، خلف ماسورة المكيف. وهذا عندي اللي هو البنك 1، ركبنا البواجي مع الاسلاك. الحين راح ننتقل لمرحله اللي هو تنظيف البوابه وحساس الهواء وقربه الهواء عشان نغير الفلتر. طبعا عشان نفك قربه الهواء عندي هنا الهوز حق التبخير 1، عندي هنا الجفيز حق القربه، عندي هنا الهوز الثاني حق التبخير، عندي هنا الهوز او الجفيز حق القربه، واما قربه الهواء راح عندي هنا 4 مسامير، هذا 1 2 3 4. نفصل الحساس حق الهواء، نطلع القربة مع الحساس، بعدين نفك الحساس عشان نسوي له تنظيف. فكينا البوابة، هذا عندي البوابة، طبعا تعتبر انها نظيفة، اتوقع انه قد سوى لها تنظيف. هذا البوابة عندي هنا، وهذا عندي حساس الهواء مع القربة. يعني إذا ما قدرت تفك الحساس تقدر تنظفه عن طريق المجرى اللي هنا، المجرى هذا اللي هنا هو دائما معرض للغبار. هذا الآن الحساس هنا، وهذا الفلتر، حتى برضه الفلتر يعتبر إنه الله أعلم مغير أو إنه جديد، لكن ما دام إنه صراحة جديد. على العموم بشوف صاحب السيارة كان بيغير ولا يرجع، لأن الأمان لسه جديد. هذا الفلتر الجديد، وهذا القديم، وهذا البوابة بسم الله ما شاء الله بعد التنظيف، وهذا عندي حساس الهواء ما شاء الله تبارك الله. ركبنا الفلتر الجديد، تم تركيب البوابة، مسامير، فيشة البوابة، فيشة حساس الهواء حق القربة، ركبنا مسامير القربة 4 مع تثبيت الضفيرة حقت الفيش حق الضفيرة القربة. الآن راح نركب اللي هو قربة الهواء، طبعا نحط فيها مشوار. ولاحظوا عندي هنا لما اهدي الان بنزين، اهدي عند المطب ترجع المسفاير او يرجع المسفاير، وهذا يبدو لي انه ضغط البنزين فيه مشكله او بخاخات فيها مشكله. لما اهدي بس على البنزين لاحظ او لاحظوا تجي مسفاير بتنقل اكثر من سرندل، بس مجرد ما امشي فيها مشوار تختفي. الحين بوقف لاحظوا، الحين امشي
خلاص لاحظ لمس فاير الان. هذا يعني التكاية الله أعلم مثلا فيها ضعف في البرينج حقها مع السرعات الخفيفة تعصلق أو سرت فيها عملها ما هو سلس، ومع السرعات العالية تعمل بشكل طبيعي، أو أنه في مشكلة تدخل بنزين أو بخاخات فيها مشكلة، فمع الضغط العادي أو السرعة العادية تبين المسفاير المتنقل. وهذا أنا أرجح أنه لازم يشيك على البخاخات، لأن لو كان التكاية فيها مشكلة ما كانت المسفاير يتكرر أكثر من سرندل. لح عندي الآن هنا كل أصفر، بس أرفع رجلي على البنزين يا حضران ترجع مسفاير. ركبنا هوس حق التبخير القفيز، الهوس حق التبخير الثاني، القفيز اللي هنا كذا اللي خلصنا من قربة الهواء، تنظيف البوابة وحساس الهواء. إذا راح نسوي برمجة للبوابة ويكون كذا خلصنا من الصيانة الدورية حق البواجي، تنظيف البوابة وحساس الهواء مع تغيير فلتر الهواء. طبعا نروح على كنترول المحرك، اختار نوع المحرك وروح لضبط الوظائف، روح الخيار الأول، عندي هنا الخيار الثاني، الأخير قصد حق البوابة، وهذا عندي الآن راح أسوي لها برمجة. الآن كذا تمت البرمجة حق البوابة. شغلنا وسوينا برمجة، غيرنا البواجي وباقي نفس الإشكالية، سرندل 5. هذا معناته لا مهم البواجي ولا مهم الأسلاك البواجي، معناته ممكن يكون من التكايات أو من البخاخات، لكن المشكلة إنها تروح ترجع. لاحظوا لحظة لما دعس بنزين، اسمع صوت ال صوت زي صوت فضاوة في التكايات. على العموم احنا الان سوينا صيانة دورية هذه العادية حقت البوابة وحساس الهواء مع البرمجة، اما التفتفة هذه راح نشوف لها في مقطع اخر ايش الاشكالية بالضبط.